استمرارا لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة حياة كريمة أحد أطراف التحالف في تجهيز وتعبئة عبوات مواد غذائية في مدرسة إبدأ الوطنية للعلوم التقنية بمدينة بدرة والتي تتبع المؤسسة، وذلك في إطار جهود التحالف لتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء داخل قطاع غزة عبر منفذ رفح الحدودي المصري. مشاهدين المزيد، ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز كريم كمال. أهلا بك يا كريم. نعم زميلتي ميرفت، بعد التحية. يعني طبعا نتابع معك أن هناك يعني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقوم بعمل هام جدا، وهو توزيع العبوات المواد الغذائية وأيضا تحضير بعضها للوصولها إلى معبر رفح، وطبعا لوصولها بعد ذلك إلى أشقائنا في قطاع غزة. يعني صف لنا المجهود الذي نراه أمامك أو يعني خلفك في هذه الصورة. نعم زميلتي ميرفت، كما ذكرت في سياق الخبر، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر الماضي وعلى قدم وساق يستمر في تجهيز كافة الكراتين التي تحتوي على السلع الغذائية والأساسية التي يحتاجها الأشقاء بداخل قطاع غزة. هذا بالإضافة إلى أن مؤسسة حياة كريمة أحد الكيانات الهامة التي تتبع التحالف الوطني للعمل الأهلي تستمر أيضا في كافة الجهود منذ بداية هذه الأزمة في توصيل هذه المساعدات للأسر الأكثر احتياجا في القرى في كافة محافظات الجمهورية. إذن شقين هما تقوم به التحالف الوطني من كافة المؤسسات وكافة الكيانات التي تتبع إلى هذا التحالف. الزميل عبد الرحمن شلباية المصور يستعرض معنا هذه التجهيزات التي تقوم من قبل القائمين على التحالف الوطني وخاصة مؤسسة حياة كريمة أحد أفراد هذا الكيان الكبير، كيان التحالف الوطني، هنا بمدرسة إبدأ الوطنية للعلوم التقنية بمدينة بدر. وهذه المدرسة التي أنشأتها مؤسسة حياة كريمة يقوم عملية التعبئة بتعبئة الكراتين الخاصة من التحالف الوطني وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة. هذه الكراتين بتحتوي على كافة السلع الغذائية من سكر وزيت ومكرونة وخلافه، كلها السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن بداخل قطاع غزة بداخل هذه الكرتونة. هذا بالإضافة أن هذه الكراتين عقب الانتهاء من تقفيل ما يقرب من 2000 كرتونة، وهو الرقم الذي وضعته القائمون هنا من مؤسسة حياة كريمة أحد الكيانات التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لانتهاء هذه الكراتين لإيصال هذه الكراتين إلى معبر رفح الحدودي البري إذانا بتواجد هذه الكراتين بداخل المخازن اللوجستية بداخل مدينة العريش إذنا بتوصيل هذه الكراتين للأشقاء عبر منفذ معبر رفح الحدودي. نتحدث أيضا عن أن مؤسسة حياة كريمة أحد تلك الكيانات ليس فقط تقوم بهذه الجهود لأجل مساعدة الأشقاء بداخل قطاع غزة، لكن هناك الجهود الكبيرة في القرى الأكثر احتياجا والأكثر فقرا بتوزيع عدد من أيضا هذه الكراتين التي تحتوي على كافة المستلزمات الغذائية التي تحتاجها الأسر بداخل شهر رمضان المعظم. هذا بالإضافة إلى بناء، كما ذكرت، بناء المدارس، أيضا بناء المنازل التي تحتاج إلى بعض الإصلاحات. فهناك تكامل ما بين التحالف الوطني وكافة مؤسساته وبالأخص مؤسسة حياة كريمة التي تقوم على قدم وساق من أجل مساعدة كافة المواطنين، سواء المواطنين في محافظات الجمهورية أو الأشقاء بداخل قطاع غزة، أو أيضا الأشقاء المتواجدون هنا بداخل محافظات جمهورية مصر العربية من الفلسطينيين الذين تم توفير لهم كافة الاحتياجات الأساسية من وظائف عمل مناسبة. أيضا بالإضافة إلى توفير مسكن مناسب، وأيضا توفير كافة الأدوية أو المستلزمات الطبية التي تحتاجها الأسر والأطفال وكبار السن. هذا كل ما لدينا من مدرسة إبدأ بمدينة بدر، حيث الإنجاز أو الوضع اللي يقوم به التحالف الوطني. نشكرك، شكرا جزيلا الزميل كريم كمال مراسل إكسترا نيوز، شكرا جزيلا لك.